يحب الكثير من الناس أن يمتلكوا حيوانات يقوموا بتربيتها في منازلهم، وربما تكون تربية الحيوانات أو القطط هي الأكثر انتشاراً بين الناس، ولكن معظم الناس أحياناً يميلون إلى اختيار حيوانات غريبة نوعاً ما، مثل تربية حيوانات ابن مقرض أو تربية البرص. تابعوا معنا هذا الفيديو لتتعرفوا على أغرب الحيوانات التي يتم تربيتها في المنازل كحيوانات أليفة. تربية الأسود. حميد البقيش الإماراتي الذي تقدر ثروته بالبلايين يهوى بأن يقوم بأشياء غريبة نوعاً ما، أخذ الأمور إلى مستوى آخر من الغرابة حينما قام بتربية حيوانات غريبة داخل منزله، وقد كرس حسابه على موقع إنستغرام لاستعراض صوره مع الحيوانات. قام حميد بتربية الكثير من الحيوانات البرية، بداية من طيور الفلامينغو وحتى الأسود. يبدو أنه يمتلك غابة كاملة في حديقة منزله. يتابع حميد نشره للكثير من الصور والفيديوهات التي يستعرض فيها لحظاته مع الحيوانات، مما جعل عدد متابعيه على إنستغرام يصل حتى 783 ألف متابع. وربما يكون من أكثر الحيوانات التي يربيها حميد غرابة هي تربيته لأسد كبير يتجول في منزله، ولكن حميد ليس أول من قام بتربية الأسود، حيث كانت جيني فاين الأمريكية هي أول امرأة تقوم بتربية قط ضخم يسمى روكي الذي يبلغ وزنه 38 باوند، كما أن الملاكم فلويد مايوذر تم تصويره ذات مرة وسط حشد من الناس وهو يحاول السيطرة على النمر الخاص به داخل فندق ما. التمساح الأمريكي. تقوم ماري ثورن البالغة من العمر 55 عاماً بتربية تمساح أمريكي في منزلها وتحبه بجنون، حتى أنها في معظم الأعياد ترتدي لبسها الجديد وتقوم بالتنزه معه في العلن. وتصر ماري ثورن على أن هذا التمساح طيب القلب ولطيف جداً، وغالباً ما تقوم بمقارنته مع الكلاب، حيث أنها تستنتج أن الكلاب أكثر شراسة منه لأنه غالباً ما يبقي فمه مغلقاً في وجود الآخرين أثناء التنزه، لأنه بالفعل يعشق التنزه كثيراً. ولكن في عام 2016 لفت هذا التمساح المنزلي الرأي العام في أمريكا حينما صرحت ماري أن هيئة العناية بالحيوانات المائية في فلوريدا لم تسمح لها بإبقاء التمساح في منزلها، وقد أغضب هذا القرار ماري ثورن كثيراً، وصرحت أن رامبو هو حيوانها الأليف المفضل وأنها لا تهتم بشكله ولا بطوله الذي يبلغ 55 قدم ولا وزنه الذي يبلغ 1000 باوند، وأنها قد حصلت على إذن مسبق منهم بالاحتفاظ به في منزلها منذ 7 سنوات مضت حينما كان الحيوان ما زال صغيرا جدا. ولكن الهيئة قالت أن هذا الحيوان قد كبر كثيرا، ولكن الشيء الوحيد الذي يجمع ما بين ماري ثورن وحيوانها الأليف هو شخصيتهم المقاتلة، حيث ناضلت ماري للاحتفاظ برامبو حتى تلقت الخبر السعيد بموافقة الهيئة على استمرار احتفاظها بالتمساح مرة أخرى. تربية العقارب. العقارب يحذر الجميع من تربيتها، حيث أن تربية العقارب في المنزل تعد خطيرة نوعاً ما، ويجب أن يقوم بها شخص متخصص في معرفة أنواع العقارب، لأن تربية هذا النوع من الحيوانات التي يمكنها أن تلدغ الشخص بإبر خاصة في مؤخرة ذيلها، ولا يمكن العبث معها بأي حال من الأحوال، حتى أنه من بين 1500 نوع من العقارب يمكن لـ100 نوع منها أن تكون لدغته سامة جداً ويمكنها أن تقتل الإنسان على الفور. لذلك احرصوا عند اقتناء مثل هذه الحيوانات أن تتأكدوا من نوعها، ونظراً لتزايد الطلب على اقتناء العقارب في الـ10 سنوات الأخيرة فنحن ننصح المبتدئين باقتناء عقرب من نوع إمبرور، لأنه الوحيد الذي يمكن للإنسان تحمل لدغته لأنها تعادل لدغة النحل. اقتناء الدببة. من الخطير جداً أن يقوم المرء باقتناء دب كبير نظراً لضخامة جسده وقوته، إلا أن كيسي أندرسون مؤسس مبادرة مونتانا غريزلي إنكاونتر قام باقتناء دب ضخم يبلغ وزنه 800 باوند، ولكن بالطبع لم يكن هذا الدب بهذا الحجم حينما رباه كيسي في البداية، حيث ولد الدب بروتوس في عام 2002 وكانت أمه تحتفظ به معها في قفصها الصغير إلى أن ماتت، فقام كيسي بتربيته في منزله الفسيح، ومن وقتها أصبح الثنائي شخصا واحدا، حتى أنه حينما تزوج كيسي في عام 2008 كان هذا الدب هو الأشبين الخاص به. وبالرغم من غرابة الموقف إلا أن زوجة كيسي وهي الممثلة ميسي بايلي التي سبق لها أن ظهرت في 3 حلقات من المسلسل الشهير هيروز كانت مستمتعة بالدب، كما أنها لا تمانع وجوده اليوم في منزلهما.
تربية الدببة القطبية. لا يمكن اعتبار بروتوس هو الدب الوحيد الذي يتم تربيته كحيوان أليف. تعرفوا على آجي الدب القطبية المملوكة لمارك دوماس. بالنسبة لمارك فإنه يستمتع بوجود هذه الدبة معه، حتى أنه يقول أنهم يفعلون كل شيء معا، بداية من الاستحمام وحتى المصارعة. ولكن هل يبدو التصارع مع دبة قطبية فكرة جذابة لكم؟ يبلغ وزن هذا الدب حوالي 350 إلى 700 كيلوغرام، وهو يعد من أخطر 10 حيوانات يمكن تربيتها في العالم. ولكن ربما يقوم مارك بفعل ذلك نظرا لعلاقته المقربة القوية مع الدبة آجي التي قامت بتعليمها البقاء هادئة ومطيعة في حضور الآخرين، مما جعلها مصدر رزق له، حيث تظهر آجي في الإعلانات والأفلام وغيرها. كما أن مارك يصرح دائما أن آجي كانت معه طوال حياته، وأنه لن يرغب في تركها أبدا إلى أن يموت أحدهما. وربما تبرهن العلاقة بين مارك وآجي أنه بقليل من الحب والرعاية يمكن لأشرس الحيوانات أن تبقى هادئة وعطوفة. وأنتم شاركونا، هل يمكنكم تربية حيوانات خطيرة بهذا الشكل؟ وهل تعرفون أشخاصا يقومون بتربية حيوانات برية خطيرة كحيوانات أليفة داخل منزلهم؟